طيب هو برنامج نفس سورفس؟ برنامج نفس سورفس مش بيعمل موديل، يعني هو مش بديل عن الريفت، هو بيكمل شغل الريفت. يعني هو مش بتاع الريفت، هو بيكمل شغل الريفت ويبدا يكمل عليه. طب هو بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعملها بيعمل لك كلاشات. لو فيها كلاشات بيجي تاني. تمام. ثاني حاجه بيعمل البعد الرابع، يعني شوف المبنى وهو بيجي له السبب. يعني اقدر اشوف الارضيه وبعد كده الحوالي وبعد كده بدل ما هو ثابت، لا مش هيبقى مستقر. فده اللي بقول جدا عشان ابقى فاهم ازاي كنت هشرحها ازاي. اربطه بالبرمجيه او اربطه بالانس بروشيت وهكذا. وعشان يعمل ايه؟ بيعمل عصر العصر، لو عايز يشتغل فين وكده ممكن ابعت له، هو اللي هيحط كل عصر بعد له قد ايه بس، هيعمل لي كونت كوت للسوق. طيب عايز اشوف مع بعض. انا دلوقتي عندي اهو الريفت، هبدا افتح الموديل بتاعي، اقول له اوبن. على الدي بروجرام فايل الموديل اللي هو بيجي مع الريفت عادي. سامبلز انا اختار الام بي، على اساس الام بي ممكن يبقى فيه كلاشات نقدر نفكر فيها مع بعض. الام بي تمام. انا اخترت الام اي بي ادفانسد سامبل بروجكت، ده ام اي بي هنلاقي فيه المعماري والانشائي والام اي بي. تمام، موجود على السي بروجرام فايل اوتوديسك الريفت حسب الاصدار اللي عندي. وبعد كده بختار الريفت ادفانسد سامبل بروجكت. طيب انا هصدر المشروع دوت للريفت عشان اقدر اشوفه. طيب اول حاجه هعملها هدخل في 3D، لازم اكون في 3D واشيل علامة سيكشن بوكس عشان المشروع كله يجي معايا، واشيل علامة الكروب فيو. كده انا شفت المشروع كله. تمام، يعني اول ما ظهر كان معمول سيكشن بوكس، فكان جزء بس اللي ظهر. طيب دلوقتي نفس وركس، طيب النفس وركس اهو، النفس وركس هنبدا نصدر من الريفت للنفس وركس. ادنس النفس وركس اهو، ده الواجهه بتاعته. هو بياخد الشغل من الريفت، بياخده من الاوتوكاد، بياخده من السيف 3 دي، بياخده من الراينو، بياخده كل اي حاجه من الحاجات دي. ماشي، فانا دلوقتي ايه؟ عايز اصدر من الريفت للنفس وركس. ماشي، طب الاقي عندي هنا في قلب الريفت ادنس اكسترنال تولز نفس وركس، يبقى انا كده بقول له ايه؟ صدر لي الريفت لنفس وركس بحيث يقدر يكمل. طب هستفاد ايه؟ اول حاجه هيجيب لي الكلاشات بشكل حلو قوي ويعمل لي ريبورت لكل الكلاشات. حاجه ثانيه بيضيف لي وقت الزمن بحيث اشوف المبنى وهو بيدي لي دور خدت حته، عارف الترتيب بتاع المبنى. ماشي، بيعمل حصر بشكل قوي، بيعمل برزنتيشن بشكل خفيف، يعني الريفت ممكن تحس ان هو تقيل، النفس وركس بيبقى خفيف جدا. هنشوف مع بعض، هقول له انا عايز اصدره نفس وركس. تمام، هختار بقى احط مثلا على الديسك توب. طيب كده هيصدره بامتداد اسمه ان دبليو سي، ان دبليو سي الامتداد بتاع نفس وركس الاساسي ان دبليو سي. ما عرفتش الكلام. هو احنا كنا حاطين على الشبكه سلام
طيب انا هقول له نفس ورك سيتنج، يعني عايز وانا بصدر اختار بعض الاعدادات. ماشي طيب بيقول لي convert construction parts، يعني ساعات احنا واحنا شغالين بنعمل حاجه اسمها بارتات. تمام اتكلم عنها قبل كده موضوع البارت ده، فهو انت محتاج البارتات دي ولا لا؟ تمام عايز element ID ولا الرقم يبقى مكتوب ولا لا؟ convert element parameter، عايز كل البارامتر ولا لا؟ ماشي convert element properties، الخصائص بتاعت العناصر. ماشي عايز اللايت ولا لا؟ يعني انت عايز تعمل ريندر انت محتاج اللايت ولا مش محتاج اللايت؟ تمام convert link cat format، يعني لو انت ملف الريفت ده حاطط فيه لوحه اوتوكاد عايزها معاك ولا مش عايزها معاك؟ فكل دي اختيارات انت بتشوف انا اللي انسب ليك. convert link file، لينك فايل بمعنى ايه؟ لو انا شغال على الام بي وسحب المعماري والانشائي لينك. ماشي فانت عايز الحاجات دي كلها تخرج معاك في ملف واحد ولا لا؟ convert link file. ماشي الافضل ان انا اصدر ده لوحده وده لوحده عشان ايه؟ ابقى متحكم اكتر في كل شيء، بس لو صدرتهم كلهم في ملف واحد مش مشكله، هيبقى خفيف جدا وحتى تلاقي مساحه الملف بتتغير. convert room as attribute بمعنى ايه؟ هو هيحط لي حوالي، طب الروم نفسها عايز الروم دي تبقى على هيئه مربع او مكعب ولا لا؟ تمام محتاجه ولا مش محتاجه؟ احنا ساعات بنحتاجها في حاجه معينه اللي هي الفيسيلت مانجنج، اداره المشروع بعد ما تخلص، انت عايز تعرف كل غرفه المساحه بتاعتها قد ايه والحجم بتاعها وارتفاعها والحاجات دي كلها، ساعات بنحتاجها. تمام فانت حسب المشروع بتاعك، لو لسه في مرحله ديزاين ممكن ما تحتاجهاش. تمام طيب اليو ار ال، لو انت عندك لينكات ساعات بيبقى انا عندي الايتم لما ادوس عليه يفتح لي ملف بي دي اف مثلا. الكوردينيشن لما بدخل ملف عايز البروجكت انترنال ولا شيرد؟ بروجكت انترنال يعني 0-0 بتاعت المشروع ده. تمام الثانيه شيرد دي لو عندك مشروع كبير وفي اكتر من نقطه. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ ديفايد فايل انتو ليفل، يعني المشروع عندي 3 ليفل، كل ليفل هيبقى متقسم لوحده، ده ليفل 1 ده ليفل 2 ده ليفل 3. هنصدر ونشوف الفكره دي. طيب اهم حاجه بالنسبه لي دي، عايز كل المشروع ولا كارنت فيو ولا سيلكشن؟ عايز المشروع كله ولا جزء اللي انت شايفه بس؟ يعني ممكن تكون تعمل سيكت بوكس ده في جزء انت مش شايفه، ولا سيلكشن الجزء اللي انت عامل عليه سيلكت بس. طيب هو المشروع ككل، وهنا بيقول لي ايه؟ تراي اند فايند ميسنج ماتيريال، لو في ماتيريال ناقصه حاول ايه تعالجها. انا قلت له اوكي وسيف، هيبدا بقى يعمل لي ملف اسمه ان دبليو سي. تمام هتلاقي الكلاشات دي عامله بشكل قوي وبيعمل لك فيها ريبورت حلو لذيذ، ويعني ومسته ان انت ممكن تعمل كذا ريبورت في قلب الاجتماع، تفتح الشاشه وتوري لي كذا فيديو في نفس الوقت. ممكن تعمل فيديو سريع جدا من غير ما تاخد 10 ثواني تعمل فيديو. طيب او هو خلص كده تصدير. بروجريس. طيب لحد ما خلصت نفتح شاشه نفس وركس، دي الشاشه بسيطه خالص، ابند بفتح ملف. ماشي هو بيصدر اهوت، وعندي دي تاني ممكن نقول له ابنت واقول له افتح لي ملف هنا ابنت، يبدا يقول لي اختار ملف تفتحه عشان ايه تبدا تشتغل عليه. ايوه الملف صدر معاك ولا لسه؟ صدرت خلاص افتح بقى الصوت. معلش الصوت بس فين موجود؟ خش اديت. طيب هو كده خلص. ايه؟
طيب طيب بص دلوقتي هفتح القائمة اهيت هقول له ان انا عايز افتح ايه طيب انا دلوقتي هقول له ايه اهو ابنت وانت اخترت الملف اللي هو NWC ماشي لو مفتحش معاك او ما لقيتهاش ممكن يكون هو بتعلم على NWF او NWD غالبا NWF طيب بص الـ بص القائمه الموجوده تقدر تاخد من سيرفي ماكس تقدر تاخد من سكتش اب تقدر تاخد من الاوتوكاد تقدر تاخد من الرايبر تقدر تاخد من كل البرامج يعني انا ساعات بعتبره ده ايه وعاء بجمع فيه المشروع كله يعني لو عندي مشروع في جزء معمول بالرايبر وجزء بالريفت وجزء بالسيف 3 دي بجمع كله في نفس الوقت لان هو ما بيقولش اي حاجه لا الريفت ممكن تحط فيه السيف 3 دي لو الحجم كبير ممكن يضرب منك السيف 3 دي ممكن ما يقبلش الريفت يعني لسه صح انا بجمع فيه كله عرضه تمام هتلاقي بيقبل حاجه اسمها الركاب اللي هي اللي بتعمل بالليزر سكان هتلاقي عندك سيت عندي سكتش اب سوليد وورك كل الحاجات طيب اختار ال دبليو سي هيظهر معاك الملف ده تقول له اوبن خلينا بس لا بص كل المشروع عندك في جزء معين معمول بالسكتش اب او معمول بالكذا ليه لا ويعني ممكن يكون هتعمل انت مقارنه مثلا بين جزء معمول بالسكتش اب او انت عايز تظهر شكل المشروع كله هو بيعمل حاجات كتيره غير موضوع الكلاشات تمام نشوف مع بعض انه ممكن يعمل 4 دي كمان طيب بص ده المشروع ماشي في بعض الحاجات هنا ظاهره مش موجوده في المشروع مظبوط هي إيه دي عباره عن ايه دي حاجات موجوده في المشروع بس اللي ظاهره طيب فتح معانا ايه طيب قول له ابي طيب بص شايف دي معموله ايه ده دي خليها ايه ده دي شوف بقى المشروع ده معاك هنا ولا ايه ماشي طيب انت شايف الملفات ديت هنتكلم ايه الفرق بين ان دبليو سي وان دبليو اف وان دبليو دي طيب شايف الحاجات الصغيره اللي في الجنب ديت دي عباره عن ماش بس احنا الماش كان مخفي من الريفت ما شفناش احنا بنصدر يعني انت لو رجعت كده في قلب الريفت وقلت له في في وقلت له ظهر لي الماس الماس اهو ماشي انا اظهرت الماس في الريفت فكان في ماس اهي تمام ممكن يكون في حاجه مخفيه برضو تعالى نظهرها اهي واخد بالك اهي نفس الحاجات اللي موجوده في الـ في الـ في النفس ليه؟ واحنا بنصدر قلت له المشروع كله لو كنت قلت له اللي ظهر بس كان صدر دول من غير ما يصدر الماس ماشي؟ طيب ما راش ازاي؟ ممكن انا ما اعرفش ليه في ماس؟ الماس؟ ما زال فين التمارين بس بقى ورينا نشوف طيب ايش اللي عليكم من السكشن ايوه ايش اللي عليكم نشوف بيه يعني دول بقى ده نشوف كله معاك والحاجات اللي حواليك ماشي طيب نكمل نرجع لنفس وركس طيب خلينا نشوف شويه مزايا لذيذه وخفيفه وسريعه ماشي
لو انت دخلت على الفيو بوينت، الفيو بوينت ده انت بتاخد لقطات سريعه بتفيدك في شغلك، تمام؟ اول حاجه اقول له سيف فيو بوينت، عمل لي لقطه اهي. طيب اتحرك شويه تمام ولف وقول له ايه سيف فيو بوينت، تمام. خش جوه المبنى تمام، اخد لقطه مثلا كده اهو وقول له سيف فيو بوينت. في اي لحظه ممكن تروح اللقطه دي اللقطه دي اللقطه دي، هتفيدني وانا في الاجتماع عايز اناقش 20 مشكله، يبقى عندي كل الفيو بوينت اقدر اتنقل بينهم بسهوله. ماشي. ميزه البرنامج ده انه خفيف جدا مش هيهرج معاك، تمام. يعني المشروع لو تقيل قوي على الريفت لا بيبقى خفيف جدا معاك، لو المشروع فيه نفس وركس و 3 دي وحاجات كتير جدا بيبقى خفيف جدا في الشغل معاك. بياخد بيانات وسكشن كل اللي انت عايزه، بس هو ما بيعملش حاجه، يعني لازم تاخد الموديل من اي برنامج. انت تقدر تخش تعدل. لا لسه اظبط عاجبك قوي. البرنامج ده من البرامج اللي بس بيعتمد انه شغال صح. خلاص مش هو هيقدر معاك. على سبيل المثال انت جمعت كذا موديل مع بعض، بس واحد فيهم بعد ما جمعتهم الكهروميكانيكال طلع متر مثلا، خلاص كل الوقت هيقول لك كلاشات وحاجات غلط وحاجات طايره، هيبقى فيه مشاكل كتير جدا، تمام. هنشوف موضوع الكلاشات دلوقتي. بس ايه؟ ايوه او بص يا هندسه ايش صعب الله، احنا كنا قلنا هنعمل فيديو سريع من غير جهد خالص. طيب بص الفيديو دوت، انا هاخد لقطه هنا اهو وقلت له سيف فيو بوينت، خدت لقطه كمان اهي، خدت لقطه كمان وقلت له سيف، خدت لقطه كمان وقلت له سيف، تمام. هاجي بقى هنا وادوس رايت كليك واقول له انا عايز ايه؟ اد انيميشن، عايز ازود اد انيميشن. اد انيميشن كل ما اعمله هسحب فيه كل الفيو بوينت اللي عندي وادخلها جوه الانيميشن. بص اهي سحبتهم كلهم حطيتهم جوه الانيميشن. الانيميشن ده هيبقى عباره عن ايه؟ لما تقول له بلاي هياخد اللقطات ويمشي بالكاميرا بين اللقطه واللقطه. يبقى انا ممكن اخد عندي طرقه، هاخد لقطه في اول الطرقه ولقطه في اخر ولقطه في اخر الطرقه ويمشي وسط الطرقه. يعني عند طرقه هياخد لقطه من اول مكان في الطرقه واخر مكان ويبدا يمشي بالكاميرا. لو عند سلم هاخد لقطه من اول سلم لاخر السلم واخليه يمشي في السلم. تمام. خفيف ما بيهنكش. يعني لما بنروح اي اجتماع ولا بتاع بنستخدم نفس وركس بشرفه عشان شكلنا هيبقى حلو قدام الكلاينت. ماشي. طيب كل واحدة من دول خلينا نوقفه، تمام. انت تقدر تشوفه برسبكتيف او اورثوجرافيك. برسبكتيف يعني الجزء اللي قريب منك هو اللي بيبقى كبير والجزء البعيد بيبقى صغير. ماشي. عندك الحلين. طيب كان مهندس عمر بيقول احنا عايزين نعمل سكشن عندي هنا. مهندس عمر. مهندس عمر نقطع لنا عمر. طيب هقول له انيبل سكشن. انيبل سكشن يبقى انا ايه؟ بص سكشن اهو. طيب عايز اصغره هقول له ايه؟ موف. بص سكشن اهو 3 دي، يعني تقدر تلف كده زي الريفت، بتدوس شيفت مع البقره تبدا تلف. عندك سكشن اهو تقدر تخش جوه. طيب انا عايز اعمل سكشن، خلينا نلغي خالص من قلب الفيو بوينت. بلاقي عندي حاجه اسمها انيبل سكشن، انيبل سكشن بدوس عليها
بيبدا يظهر لي السكشن، فابدا احرك السكشن ده زي ما انا عايز، ابدا اطلعه بره. عند امر اسمه موف وروتيت، موف هيبدا يحركه كده، روتيت هيبدا يحركه بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له ايه؟ انا عايز سكشن كبوكس، فيجيب لك صندوق. بص لما اقول له دوس شيفت كده اهو، ده صندوق اهو، تقدر تنقل الصندوق ده زي ما انت عايز. طيب اقول له موف، ابدا انقله كده اهو، كده بتعمل كصندوق. ممكن اقول له روتيت، فيبدا يعمل لك ايه؟ يلف حوالين السكشن، يلف بالشكل ده. تمام. ممكن اقول له انا عايزه كبلان، كبلان بيقول لي انت عندك كذا بلان، كل بلان فيهم يعني واحد فيهم افقي، واحد فيهم راسي، واحد من فوق بتحمل من الجنب وكذا، ست بلانات. انا ممكن افعل الثاني دوت اه، ابدا احركه شويه، خلينا موف مثلا. بص بيبدا يطرح من تحت اهو، يعني عندي واحد من الجنب وواحد من فوق وتحت اه. تمام. طيب ممكن اقول له ايه؟ ده انا عايزه الاين تو سيرفيس، الاين تو سيرفيس، يبقى انا هختار مثلا حاجه زي كده، هيبدا يعمل لي سيكشن عليها، بختار انا حته والحته دي هو السيكشن هيقف عليها. تمام. فتقدر بعد كده تحرك السيكشن لفوق وتحت وجنب زي ما انت عايز. يبقى انا ممكن اقول له الاين تو سيرفيس، وراح مختار سيرفيس مثلا زي كده، فيبدا يحط لي السيكشن عليها. تبقى حاجه سريعه كده ان انا اوريه حاجه جوه المبنى بالشكل دوت. تمام. طيب ممكن اقول له انا عايزها للفيو اللي انا واقف فيه، الانتو فيو، فيعمل لي سيكشن من الفيو اللي انا واقف فيه. تمام. انا كنت واقف من الجنب، فخلاص هاخد سيكشن في الحته دي بالظبط. طيب زهقت من الموضوع، هتقول له انيبل سيكشن، خلاص يفكرك السيكشن خالص. طيب انا عايز بقى ايه؟ عايزين نتمشى في المشروع دوت. قول لي بقى. طيب عايزين نتمشى في المشروع. تمام. عايزين نتمشى في المشروع، هعمل ايه؟ شايف الشخص ده؟ الشخص ده ممكن ده سيرد بيرسون، شخص موجود اهوت، واقول له ايه؟ انا عايز اتمشى ووك اه. من قائمه فيو بوينت هتلاقي ال، لو انت مش فوق السطح هينزل على الارض، يعني تعمل بالك هينزل فعلا هيقعد يقع على الارض. وعلى فكره دي من الحاجات الممتازه جدا للسيفتي، ان احنا بنعمل الشخص ده ونمشي، ولو وقع في اي مكان هناخد بالنا وبنركب حاجه حوالين السلم بتاع عشان ما يقعش. تمام؟ دخله جوه، بس لو انت استعرضت الحاجه اللي هنقولها دلوقتي هتلاقيه وقع في الارض. طيب اه امشي بشوية. ما في يمشي بزيح، ترسم بزيح ويمشي. يعمل ايه؟ ترسم بزيح ويمشي عليها. مسار؟ ارسم مسار؟ ايوه هيدا. بس فقط تمشي. اه ما هو يعني نعمل زوم مثلا عليها، انما لا ما فيش بص انت عندك اختيارين. بص يا هندسه انت عندك اختيارين، عندك ووك وعندك فلاي. فلاي هتطير. بص عندك اختيارين، ووك او فلاي. ووك ده انت تمشي بقى، بس خلي بالك عشان ما ايه ما تقعش. طيب لو انت عايز ترجع للمشي اللي كنت انت فيه. طيب لو انت عايز ترجع لمشي اللي كنت فيه، لو انا موجود في لقطه وعايز ارجع للقطه اللي قبل كده. بص انا عندي اختيارين، عندي فلاي ووك. ووك هقول له فلاي هبدا اطير، ماشي؟ لا انا عايز اقول له ووك ابدا امشي. خلي بالك هو اخترق الضغط. طب انا عايزه ما اخترقش الضغط، عايز اخليه حقيقي، اول ما يلاقي ضغط يوقف. تمام. على اساس نشوف المسارات بتاعت التصليح مثلا، فهاجي هنا واقول له كلوجن. عندي جرافتي، جرافتي دي معناها ايه؟
هيتأثر بالجاذبية. أول ما يكون حاجة فاضية تحتيه هو على طول. طيب بص، لو انت عايز ترجع للقطه، لو انت عايز ترجع للقطه السابقه، طيب بص يا استاذ الفاضل، لو انا قلت له جرافيتي، بص انا همشي اهو، هو ماشي على الارض فعلا، كان في حته راحه سنه صغيره، اول ما الاقي حاجه الضغط ما مش عارف اتحرك منه اهو، اول ما بيلاقي الضغط بيقف، يعني لو لقى حيطه هيخبط فيها خلاص بيقف، ما بيدخلش جوه. ايوه، ما انت لسه ما اديتوش خاصيه. تمام. طيب لو انا عايز ارجع اللقطه قبل كده، لو انا عايز ارجع اللقطه قبل كده اهي، شايف العلامه دي؟ اهي شايف الاداه ديت، اقول له ريويند وارجع اكتر اهوت لحد ما ارجع للمشهد اللي انا عايزه. كيف تخليه ايه؟ يخش على الشخص ده، بقول له ده واحد، بقول له كلوز على اساس ما يعني لو طاق حته دي اختار الثانية واحد، اختار كلوز دي لما يقابل حاجه ويرفع يوطي رقم واحد. ماشي، بقول له لا اول ما يمشي عادي يعني، هيبقى زي ما لو انت ماشي في لوك ثرو هتلاقي غلطات، تقدر تصلح الغلطات دي. طيب خلينا نفعل الشخص دوت اهو، اقول له ان انا عايز ووك، ابدا امشي. ليك ان انت تغير الشخصية ديت زي ما انت عايز. دي كل الامتدادات اللي هو بيقراها. خلينا نخش كده، دي السرعة بتاعته، لو انت عايز تتحكم في السرعة بتاعته اي في السهم اللي تحت ده هيقول لك اتحكم في السرعة بتاعته. ماشي. طيب المبنى نفسه، لو رجعنا لشكل المبنى اهو، ممكن تقول له انا عايز المود بتاعي مثلا يبقى فور ريندر، او انا عايزه شيدد، او عايزه مثلا واير فريم، او عايزه هيد لايت. طيب خلينا نرجع لقائمه هوم. في حاجه حلوه هنا برضو في قائمه هوم، حاجه اسمها سيلكشن تري، بيجيب لك زي شجره كده وتقول له مثلا عايز الحاجات اللي في ليفل 1 يبدا يعمل على سيلكت، انا عايز الكيبل تري فيبدا يعمل لك سيلكت على الكيبل تري مثلا، عايز سيلكت مثلا على الوول، عايز سيلكت على الوول والستير والسبيس
تبدا تعمل سيلكت على الحاجات اللي انت عايزها. من ماشي خلاص. طيب تعالى بقى نبص كده على الحاجات اللي موجوده في القايمه. عندي حاجه اسمها سيلكشن تري. سيلكشن تري شجره بكل الحاجات اللي اقدر اعمل عليها سيلكت بسهوله. تمام؟ فسهل جدا ان انا اقول له عايز مثلا الدورة الروف مثلا هيعملها على كل روف مره واحده. طيب هناخد بس الحاجات الاساسيه في البرنامج. ممكن تعمل سيلكت مثلا على الليفل ده وده وتقول له مثلا عايز اعمل هايد. طب عايز تظهرهم تاني ان هايد اول. ممكن تقول له هايد ان سيلكت يخفي لك كله ما عدا الحاجات اللي انت عامل عليها سيلكت. طيب عندي حاجه اسمها لينك. تمام؟ لو في اي حاجه مرتبطه بيبدا يجيبها لك بحيث لما تدوس عليه يوديك. يعني مثلا في سيكشن موجود او في فيو موجود لما تدوس عليه يوديك للمكان دوت. تمام؟ في سيكشن مثلا موجود يوديك على السيكشن ده يوديك. يعني ايه دي حاجه اسمها لينكات. طيب عندي حاجه اسمها كويك بروبرتيز. معناها ايه؟ كل ما افعل عنصر هيبدا يقول لي اسم العنصر اهو. هيبدا يقول لك ده الايتم ده اسمه فلور والتايب بتاعه نوع الفلور بتاعه ايه. ده حاجه اسمها كويك بروبرتيز من غير ما تبص على اي حاجه خالص. كويك بروبرتيز يعني لو في اي عنصر مثلا مش فاهمه اقف عليه هيقول لك ان ده مثلا سبورت هول وهكذا. طيب ممكن تقول له بروبرتيز فيبدا يجيب لك خصائص اكتر من اللي موجوده في الريفت نفسها. يعني ده الفلور ده التايب ده الايكون ده الحاجات هيدن ولا مش هيدن لير بتاعته الماتيريال بتاعته كلها الريفت ماتيريال الديسك ماتيريال اليمنت اي دي وهكذا. فيبدا يجيب لك معلومات كتيره جدا خاصه باي عنصر هتعمل عليه سيلكت. طيب قبل ما ندخل في الكلاش خلينا نبص كده على حاجه اسمها ريفيو. يعني ايه ريفيو؟ يعني هبدا اكتب بعض الكومنتات عشان لما نحضر في الاجتماع نبقى ايه عارفين احنا بنتكلم على ايه. على سبيل المثال تعالى نبص كده على الفيو دوت. عايز تكتب كومنت معين على الكومنت ده مثلا. تمام؟ عايز اللقطه خلينا نختار لقطه كده ماشي. عايز اقول له مثلا عايز اقيس هقول له ايه بوينت تو بوينت. عايز تقيس من نقطه لنقطه من النقطه دي مثلا للنقطه دي. قال لك ان المسافه مثلا 50 متر بيقول له كونفرت تو ريد لاين. يعني ايه كونفرت تو ريد لاين؟ يعني عايز اللقطه دي تبقى موجوده معايا عايز الخط ده ما يختفيش. لو انا عملت است من هنا لهنا وبعد كده جيت اشتغل في حاجه ثانيه هتلاقيها اختفت. فعشان ما فيش حاجه تختفي بقول له ايه كونفرت تو ريد لاين يبدا يثبت لك الكلام. ممكن تقول له ايه مالتيبل بوينت. انا عايز اعرف مثلا ده زائد ده زائد ده زائد ده وهكذا كل النقط ديت. طيب بوينت تو مالتيبل بوينت نقطه لنقطة ونقطة ونقطة وهكذا يبدأ يجيب لك أكتر من نقطة مثبت هو مسافة معينة. يعني من هنا لهنا كذا من هنا لهنا كذا من هنا لهنا كذا. طيب ممكن أقول له أنا عايز بوينت لاين أهو دي بقى أهو خط هنا خط هنا خط هنا. هيبدأ يجيب لك المجموع كل ما تدوس مرة كمان بيزود لك الأرقام بتاعتها. طيب عندي حاجة كمان اللي هي الانجل الاريا وهكذا. ده بيبدا كل الخطوط بيجيب لك المجموع بتاعهم كام. ده 88 كده مجموعهم كلهم 102 فبيبقى يجمعهم كلهم. الانجل من هنا لهنا لهنا ده الزاويه مثلا ايه 88. الاريا هتقول له مثلا من هنا لهنا 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 يبدا يجيب لك الاريا كام.
تمام. طيب ممكن تحط تكست مثلا، ممكن تحط درو كلاود مثلا، تمام على مشكله. ممكن تحط كومنت تقول له انا عايز احط مثلا التاج واديك مثلا معلومه معينه مثلا. اوكي طيب بعد كده ممكن تقول له فيو كومنت، فيبدا يجيب لك كل الحاجات اللي انت حطيت لها تاج قبل كده، ويدي كل واحده فيها رقم ومين اللي عملها، وتقدر تمشي فيهم لو في اكتر من لقطه. طيب ما انت بقى انا عملت ايه؟ اخدت انا فيو بوينت اهي، بص اخدت الفيو دوت اهو ماشي. بص لما برجع بتفضل موجوده زي ما كانت، تمام. خلينا ندوس اسكيب. لما اروح الفيو دوت هتلاقيها لسه موجوده زي ما هي. الفكره كلها لو انت كتبت شويه كتابات، يعني خليك هنا وجيت مثلا حطيت ريفيو مثلا اهي ماشي، كل اللي انت عليك ان انت تيجي على اللقطه دي وتقول له ايه ابديتد او سيف فيو بوينت. هي ابديتد اهي او دي صوره مالهاش دعوه ب3 دي، يعني لو لفتها هيروح ل3 دي، بس لما ترجع للصوره هتلاقي الصوره زي ما هي ماشي. طيب خلينا نرجع تاني لقائمه هوم. خلينا نخش بقى في كلاش ديتكشن او كلاش ديتكتيف. بص كلاش ديتكتيف ده قصه جديده، فخلينا بقى نلغي كل حاجه. طيب انا عايز اعمل كلاش بين ايه وايه؟ لازم تحدد انا عنصرين. هو جايب لك واحده يمين واحده شمال، بيقول لك اختار بينهم، عايز تعمل كلاش بين انهي واحده وانهي واحده؟ تمام؟ فانا اقول له مثلا انا عايز اتست، بيقول لي بين ايه وايه؟ هقول له مثلا بين الاستراكشر في اس ميب، تمام؟ يبقى انا الناحيه دي لازم اختار الحاجات الاستراكشر، وهنا اختار حاجات الام اي بي. طيب هنا الستاندرد ماشي؟ خلينا مثلا من ليفل 1 هنا اختار الحاجات اللي هي كهروميكانيكال، اير تيرمينال وكيبل وكيبل وكوندت وكوندت وايه تاني؟ والبايب واللايت. وهنا اختار مثلا كنا مختارين ليفل 1 اهو، ممكن اختار بقى مثلا ايه الفلور الدور مثلا والوول وايه تاني؟ الفلور فين؟ فلور اهي ماشي؟ كده انا ايه قلت له اعمل لي بين الجزء ده والجزء ده. طيب كل اللي انا عليا هقول له ران تيست، هيبدا يجيب لي الحاجات اللي فيها كلاشات، يعني عندي كيبل تري خبط في حيطه فيبدا يجيبها لي بالشكل دوت، تمام؟ لو انا قعدت ادور عليها مانوال ممكن ما اشوفهاش، انما هو هنا بيعمل زوم. في الريفت ما بيجيبليش كلاشات بالشكل الحلو ده، بيجيب لي بس ارقام وحاجات بسيطه. هنا بيجيبها لي بشكل حلو واقدر اقول له اعمل لي تصدير لكل الكلاشات، فيبدا يجيب لي ايه؟ اسم الكلاش ورقمه والصوره ليه. نعم؟ لا ما بيجيبش فيه، في بعض البرامج اللي بتسطب تجربتها حلوه. تمام؟ يعني في مثلا البرنامج اسمه ماجيكات، ده في اللاند. ماجيكات. تمام؟ ده من ضمن البرامج اللي بتربط حلول، يعني بيديك اربع خمس حلول، بيقول لك مثلا عندك ضبط مع بايب، فانا ممكن اطلع لك من البايب او انزل لك بالضبط ويبدا ايه؟ يديك خمس ست حلول فانت تشوفهم وتختار الاحسن ليك. وبرنامج بيحقق بيسطب جوه الريجو. تمام؟ ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها برضه البرنامج ده انشغلت عليه سنه كام؟ 2008. البرنامج ده بيعمل ايه؟ ممكن تقول له ايه؟ وزع لي السبريكلر تبع الكود البريطاني او الاوروبي او الامريكي او المصري. يروح موزع مثلا اللايتنج في الاوضه حسب الكود. تمام؟ يعني المسافات بينهم قد ايه وهنا قد اكس وده 2 اكس والحاجات دي كلها بيبدا يوزع عليه. تمام؟ تقول له ايه؟ طب وزع، طب وصل بقى، يروح هو وصل ومديها لك جاهزه. تمام؟ في جزء كبير جدا من الذكاء الصناعي الموجود فيه. ماشي؟ طيب تعالى نشوف الصوره الثانيه. اهي. بص اول ما اقول له الصوره الثانيه هيعمل لك حركه كاميرا بين الصوره دي والصوره دي على اساس تعرف دي موجوده فين ودي موجوده فين، وتحت بيقول لك ده ايه المشكله بتاعتها، ده الفلور مع ايه مع كوندت فيتنج اهي الحته الصغيره دي. تمام؟ بص بدا يعمل لك زوم عشان تعرف المشكله دي بين ايه وايه. ده بايب صغيره مع البيزك وول. طيب هنا شايف البايب ديت اهي، واخد بالك من البايب؟ بيقول لك في مشكله هنا. طيب هنا برضه نفس، يعني في بايب مع نفس الحيطه بيعمل لك زوم بينهم.
طيب واخد بالك هو كتب لي هنا ايه اول حاجة رقم الكلاش وبعد كده كتب لي status اللي هي ده الكلاش ده نوع ايه هل ده كلاش جديد ولا اكتف لسه موجود ولا ريفيود تراجع ولا ابروفت ولا اللي سولفد اتحل خلاص طيب لو قلت له ابروفت طيب كلمة ابروف دي معناها ان احنا مش هنفكر فيها فهو بيتضايق ويروح قال لك ايه طب انا هكتب اسمك ان انت اللي وافقت على الحاجة ديت ماشي بيكتب اسم اللي وافق على الابروفت اهو شايف ابروفت تمام ده لازم مش اي حد يوافق على الكلاش عشان يصير رايح دماغه طيب عندي ممكن اقول له ايه لا ده هي خلينا الاختيار ده مثلا هقول له لا ده اكتف لسه موجود ده اقول له ان ده ريفيويت تراجع وده هقول له مثلا ريسولفت وهكذا بحيث في الريبورت هيبدا يقسمهم لي طيب لو جيت هنا قلت له ايه ريست اول بدا يقول لي في عايز اقول له ابديت اول هيقول لي ان في كام واحده انا قلت له ريسولفت فحلها خالص طيب خليني اقول له هنا ريسولفت ودي اقول له دي ريفيويت تمام ران هيبدا يقول لك ان في كام واحده جديده وكان في كام واحده اكتف وكم واحده ريفيويد وكم واحده ابروفد ويبدا ايه يدون كل واحده فيهم بلون مختلف طيب هنا بيبدا يقول لي ده العنصر الاولاني وده العنصر الثاني ده ايتم 1 وده ايتم 2 ويقول لي عايز هايلايت ولا لا انا شفت الهايلايت خلاص بقى لونه عادي وهنا انا بقول له انا عايز هايلايت وبالالوان وده اللونين اهو ممكن تختارهم من هنا عايز تلونهم ولا ستاتس كلر طيب هايلايت اور كلاش معنى ايه ابعد اي حاجه فيها كلاشات هيبدا يديها لون الحاجات اللي مش كلاش مش تاخد لون تمام فانا عندي هنا في حيطه فملونها عندي فلور لونها الحاجات اللي فيها مشاكل لونها طيب الايزوليشن ممكن اقول له ايه هايد اذر هيجيب لي الكلاش والباقي كله هيختفي حسب بقى ما انت عايز ساعات بنحتاج ان احنا نشوف حواليه الشغل حواليه هو كده كده بيعملوه خفيف شويه تمام اي تعديلات بعد ما خلص تعديلات تبدا تشوف هتشوف ان التعديلات اللي انت عملتها اثرت على الكلاشات ولا لا ممكن بنقول وول اصل ممكن بنفس الملف ممكن نفس العناصر ممكن تقول له اوجد لي حاجه اللي ايه اوجد لي الحاجات اللي ضربتها يبدا يعمل فيها حاجات اللي فيها ضربتها مع بعض تمام طيب دي هنا التست ممكن تضيف كذا واحد تقول له التست من كذا وكذا فيبقى في اكتر من كلاش زي ما انت عايز ماشي عندي هنا تحت هنا بيقول لي نوع الكلاش ايه في حاجه اسمها هارد وفي حاجه اسمها كليرنس وفي دوبليكيت دوبليكيت لو هما مكررين هارد حاجات خبطه مع بعض كليرنس مش خبطين مع بعض بس فيهم مشكله يعني المسافه اللي بينهم اقل من طول ساعات يقول لي ايه المسافه بين الكهرباء والميه مثلا 10 سم اقل من كده تبقى كلاش الريف ما داش يمين يبقى ممكن ما داش يمين انا السيركس بيبقى اشوف المسافه اللي بينهم لو اقل من 10 سم بقت بقى كلاش تمام طيب الريزولت هنا بقى النتيجه تمام وممكن تقول له مثلا ايه هنا ده الستاتس ممكن تقول له اساين يعني ايه اساين يعني مين اللي هيحل المشكله دي فيبدا تقول له ايه تكتب له اسم الشخص اللي المفروض يحلها يعني بحيث لما يطلع التقرير اقول له مثلا المشكله دي اللي المفروض يحلها مثلا عمر عمر مين فينا بس انت بقى بتعمل اساين تقول مثلا الحل مش كده قسم الاستراكشر قسم الام اي بي يعني بين الام اي بي والاستراكشر مين اللي يحلها؟ لا مين اللي يحلها؟ اكيد الام اي بي يعني مش هنكسر عمود يعني طيب خلينا بقى نشوف الريبورت اللي بيطلع الريبورت اهو بيقول لك ايه العناصر اللي انت عايزها في الريبورت فتبدا بقى تختار اللي انت عايزه هل عايز الريبورت ده فيه الحاجات اللي ابروفد ولا نيو ولا كله ممكن تقول انا عايز الحاجات الابروفد بس انا عايز الحاجات الجديده طيب اول تيست ولا كرنت تيست اول تيست عايزهم صفحه اتش تي ام ال زي الانترنت يعني ولا تكست مكتوبه ولا فيو بوينت يعني صور بس
خليها HTML وقول له write a report وخلينا نحطه مثلا على الديسكتوب. طيب خلينا نفتحه بقى كده الديسكتوب. ما خدش وقت يعني. بص ده الكلاشات عددها وكل كلاش الديستانس المسافه اللي داخلين مع بعض فيها قد ايه، نوع الكلاش، البوينت اللي موجوده فيها الكلاش، الجريد الاكس والواي في اي دور. العنصر الاولاني كيبل تري، العنصر الثاني مثلا كان ايه ده منين، وبعد كده سوليد، وبعد كده في صوره اهي لو دوست عليها يبدا يعمل لك زوم فتعرف المشكله دي موجوده فين. تمام، الناس تجرب موضوع الكلاش دوت. انا فاكر ان شاط حلو وعملنا بين الواد والفلور، لكن مش كتير جدا يعني، مش كتير قوي، كان في كذا الواد كذا جوه الفلور بس فعلا كل شيء، بس امور الخطوه مش عارفين. ايوه انت عايز الشاشه كلها، امور الخطوه مش عارفين الشاشه الفلور عندك كانت تكتب اول واحد فيها كده. طيب اللي انت شايفه ببعتلك، انا بس الكاميرا خلاص تمام.
طيب نرجع للكراش ديتكشن، نرجع للكراش ديتكشن. وهو من حاجه مهمه قوي احنا صرنا ان الشغل بتاعي ما فيهوش اي ديتكشن. طيب معايا الناس؟ طيب طيب انا عندي هنا في الاول حاجه اسمها رولز. يعني ايه رولز؟ يعني قاعده معينه بقول له تجاهل بعض الحاجات. زي ما بقول له ايه؟ لو الاثنين في نفس الملف تجاهله، يعني لو الاثنين في ملف معماري تجاهله. تمام؟ يعني بس هنا مش هينفع معانا ان احنا ما عندناش غير ملف واحد. دي رولز. عندي حاجه اسمها ايه؟ ايتم ان سيم لاير، يعني لو الاثنين حوايط تجاهل الحوايط كلها، تجاهل الكلشات ديت. انا عايز بين حاجات مختلفه. ماشي؟ طيب عندي حاجه اسمها سيلكت اللي احنا شفناها، بس احنا جربنا الستاندرد. ماشي؟ عندي ستاندرد وعندي حاجه اسمها كومباكت. كومباكت بيبدا يجيب لي بالادوار كلها، يقول لي الدور الاول الدور الثاني وخلاص بدون تفصيل. ماشي؟ ما حدش بيستخدم الكومباكت دي. فعندي حاجه اسمها بروبرتيز. بروبرتيز يعني ايه؟ بيقول لي دور على الخاصيه معينه، هيبدا بقى يجمعهم لي. مثلا ممكن اقول له الروم كلها مثلا. ممكن اقول له ايتم. وجوه الايتم دي بيقول لي بقى انا ممكن اقسم لك الايتم دي بالكاتيجوري مثلا او بالتايب. بص جابهم لي ازاي؟ جاب لي كل الاير تيرمينال اللي موجوده في المشروع، جاب لي كل الوول اللي موجوده في المشروع. بدل ما انا اختارهم دور دور بيجمعهم لي مع بعض. من خلال ايه؟ يعني انا عندي ستاندرد، خلاص دي الستاندرد كلها. الستاندرد بيبدا يجيب لي كل دور وتحتيه العناصر بتاعته. تمام؟ لا انا مش عايز كده، انا عايز من البروبرتيز اخترت ايتم واخترت بعد كده تايب. ممكن ايتم وبعد كده نيم. يعني سموهم لك حسب الاسم. ممكن تقسمهم حسب الجريد، حسب الايكون، حسب اللاير. انا قسمتهم حسب التايب، ومش دي الوحيده اللي صح، الباقي كله صح. ماشي؟ طيب انا اخترت هنا بالتايب وهقول له انا عايزها مثلا الابواب مثلا او كل الوول. تمام؟ اخترت كل الوول اللي هنا. طيب والناحيه الثانيه هقول له بروبرتيز واقول له انا عايز مثلا الايتم تالي في كاتيجوري. طيب لو ممكن اقول له بالتايب اهي، واقول له مثلا عايز كل مثلا ايه، كل الضغطات مثلا. طيب اخترت كل الضغطات وكل الارتكال واقول له رن. عندي حاجه اسمها تولرنس، يعني بيقول لي ايه الحاجه اللي انت ممكن تسامح فيها، اقل من كده خلاص مش هيعتبرها فلاش. تمام؟ تبدا تشوف انت المسافه اللي انت عايزها وتقول له ران تيست. فيبدا بقى يجيب لك اهو الضغط ده خابط مع الحيطه، بيجيب لك في كل الليفلات. مش لازم الليفل ده، يعني ده في ليفل 1، تلاقي حاجات ثانيه في ليفل 2، حاجات في ليفل 3، ده في ليفل 3، ده في ليفل 2. يبدا يجيب لك كل الكلاشات اللي موجوده. بعد ما تخلص بتقول له ريبورت وتبدا بقى تعمل تقرير بكل المشاكل اللي موجوده. طيب ممكن تعمل كذا 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 نوع من انواع الكلاشات. يعني ده خاص مثلا بالاستراكشر مع الام بي، واحد ثاني بين البايب والام اي بي، واحد ثالث بين الاستراكشر والاستراكشر. لما تخلص خالص بروح عامل ايه؟ اكسبورت كلاش تيست. يعني بحتفظ بالكلاش تيست ده عشان اي مشروع بعد كده ما اقعدش اكرر الخطوات دي ثاني. فبقى عندي ملف فيه كل الكلاشات. يعني على سبيل المثال خلينا اقول له امبورت كلاش تيست. انا مش فاكر حطيته فين، بس اعتقد في البيم لايبراري في هنا اعتقد كلاش تيست اهو. بص القائمه اللي احنا عاملينها، واحده بين الدرينج فيكتشر والدرينج باي، اهي كل دي كلاشات. خلينا اقول له بقى ايه ابديت اول، هيبدا بقى يطلع لي كلاشات محترمه قوي. دول تقريبا اكتر من 100 كلاش، من 100 تصنيف للكلاشات.
لو قعدت ابص كده على كلاشات، في مثلا في هنا عندي كلاشات بين الوول والسيلينج، عندي 70 كلاش بين الكولوم والسيلينج، عندي 59 كلاش بين الوول والفلور، في 35 كلاش. تمام، كل دول ممكن تطلعهم في روبوت مره واحده، ممكن تقول لي ريزولت فيبدا يوريك كلاشات. انت بقى تبدا تشوف هل ده فعلا كلاش ولا ده مش كلاش، وحقيقي ولا مش حقيقي، وهكذا. الناس تجرب. ايه رايكم المره الجايه ناخد فيلا ولا ناخد الفور دي؟ الفور دي اللي هو ايه؟ ان انا مش عايز اشوف المبنى ككتله واحده، لا انا عايز اشوف المبنى على ان هي مثلا ارض فاضيه وبعد كده بتظهر الاعمده وبعد كده القمرات وبعد كده الحوايط. ماشي. اه انا تقريبا ممكن اوريك فيديو زي كده، نشتغل وبعدين نعملها فور دي، مفيش مشكله. خليني طيب اوريك حاجه كانت معموله. اسمه كوريا. ما عندك الفور دي وفايف دي بتزود الكوست، عندك السكس دي. عندك السكس دي اللي هو الاستدامه، عندك السفن دي اللي هي فاسيلتي مانجمنت، عندك الايت دي اللي هي سيفتي، ناين دي يعني قصه. لايبراري هحاول اوريك فيديو كده كنا احنا عملناه. مش فاكر طيب طبق بقى عشان لو حد عنده مشكله نحلها.
يقدر يشوف بشكل هنا ونشوف هنا. هتعمل سبورت مش فرد روح. هنا هتعمل سبورت للتقسيم بالتقسيم. انما الروبوت لا